طيب عندنا كمان هون بتحصل على رخصة، مثل كل سلاح جديد بيتطور بيعطوك رخصة أسطورية لإله، فهذه هي الرخصة يا أصدقائي. أوه ماي جاد، هذه هي الرخصة اللي راح تحصل عليها لما تطور الإكس إم ويت لليفل 7، والله الرخصة رهيبة. نحكيها لك مودي انا علي عمر بدنا الزيرو يا ما او تيم الكلان خليك مكانك خليك مكانك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 150 الف لايك، بعرف انكم كفو قدها وبنقدر نجيب ابو ال 150 الف لايك. في صوت اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد تشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت وحط اللايك ويشترك في القناه، اذا كان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي عندنا اليوم شيء اسطوري نزل باللعبه، واخيرا السلاح اللي بيتطور جديد كان سلاح الاكس ام ويت. مثل ما حكيت لكم بتمنيت كثير ان هم ما ينزلوا سكن الفيمز، واخيرا شركه جارينا شالوا من بالهم فكرة سكن الفيمز ونزلوا لنا سكن الاكسموات. طيب اصدقائي ففي هذا الفيديو راح اشرح لكم عن مميزات هذا السلاح، راح نشوف شو هي الرخصة الاسطورية تبعه، شو هي مميزاته ونحصل عليه ونطوره ماكس ونجربه كمان في اللعب مع بعض. طيب اصدقائي ما بدي اطول في الفيديو، فتعالوا على اللعبة وخلينا نشوف السلاح الجديد. طيب اصدقائي اول ما بتدخل اللعبة اول شيء بتلاقيه قدامك واللي هو اعلان سلاح الاكسموات الجديد. على فكرة انا حصلت على السلاح من امبارح ولكن حصلت عليه ليفل 1، ما كان في توكن ما كان في اي شيء، يعني ما بنقدر ان احنا نطوره. طيب اصدقائي هون عندنا الماكينه طبعا مثل ماكينه الاي كي، مثل القرش، مثل الامبي 40 الكوبرا، مثل كل الاسلحه اللي بتتطور اللي نزلوها نفس الماكينه اصدقائي. بتختار اثنين اشياء جولد ومن مشتقات الجولد، وبعدها بتبدا تلف اول سبين بتسعه جوار. كلكم تعرفوا هذه الماكينه ما في داعي انه انا احكي كثير واشرح لكم عنها. طيب بالنسبه اول شيء لو عندنا سلاح اليوم بي، انا عندي يا ماكس فعندي عندي يا دائب. طيب عندنا هون الام بي 40 كمان عندي يا دائب، فهذول الاثنين راح اشيلهم. اوكي وما تقريبا كل البكشات انا ما بدي اياهم، ولكن يلا اوكي خلونا نبدا اصدقائي. واول شيء واول تسعه جواهر ونقول يا رب شو راح يعطونا باول. لا الحمد لله الحمد لله، كانت راح تجيني صدمه يا شباب. تخيلوا لو حصلت عليها بتسعه جواهر، تخيلوا علي عمر يحصل على شيء بتسعه جواهر، مستحيل يعني عن جد. اوكي طيب اللي بعده اصدقائي 49 جوهره ممكن يعطونا، لا ما اعطونا اياها. اوكي اللي بعده 89 جوهره اصدقائي، نشوف شو راح يعطونا بهدول ال 89 جوهره كمان هذا الباكج. اوكي انا عارف ان هم راح يتركوا للسبن الاخير، يعني فهذا موضوع ما في داعي انه نحن نتناقش فيه. طيب هذا الباكج كمان يلا 199 جوهره مره ثانيه اصدقائي ونشوف شو راح يعطونا. اوكي كمان هذا الباكج يلا 350 جوهره. اوكي ب 350 جوهره ممكن يعطونا. والله مش ممكن يا صديقي. طيب هاي 1000 جوهره وهيك حصلنا على، شوف طبعا اعطوني 10 بطاقات حمر لانه انا عندي هذا السلاح، فحكيت لكم يعني حصلت عليه من امبارح بعثته الشركه لإلي وكم يوتيوبر تقريبا. فبس حبيت انه انا اعمل لكم الفيديو كامل يعني من البدايه انه نحصل على السلاح مع بعض وكل شيء. طيب اصدقائي فهيك حصلنا خلص، دخلنا على الاعلان من الاول وحصلنا على سلاح الاكسوميت مثل ما انتم شايفين انا حاطه في اللوبي. ها وخلينا نشوف مع بعض سلاح الاكسوميت يا اصدقائي. الاكسوميت طيب مثل ما انتم شايفين حاليا هو بالليفل 1، راح اشرح لكم عن مميزاته لما بيكون هو حاليا بالليفل 1 وكل ما تطوروا ليفل كيف تتغير مميزاته وشو هي المميزات، وراح نجربه مع بعض وكل شيء. طيب اول شيء اصدقائي في عندنا بالنسبه للدمج، الدمج 1 زايد وفي عندنا يعني سرعه الطلق 1 زائد كمان. اوكي فمثل ما عودتنا شركه جارينا انه كل سلاح بيتطور جديد بينزل بتكون في ميزه اضافيه، يعني هذا هو اللي بيميز الاسلحه المتطوره عن سكنات الاسلحه العاديه، انه دائما الاسلحه المتطوره بيكون فيها يعني شيء مختلف. مثل مثلا خلينا نقول الام بي 40 كان فيه ميزه واللي هي لما تضرب واحد من وراه فبيكون الدمج اعلى، يعني حتى الدمج الاصفر بيكون اعلى بيوصل حتى لل100. والاسلحه كلها يعني فيها مميزات مختلفه ومميزات جديده. طيب عندنا هون بالنسبه للاكسوميت اصدقائي، طبعا هاي الميزه دائما بتفتح على الليفل 6. الاكسوميت عندنا هون الميزه تبعه واللي هو لما تكون بمكان عالي، هذا حسب اللي فهمته انا ما بعرف اذا فهمت صح او لا، ولكن اذا بتكون بمكان عالي وبتضرب حدا فراح يكون الدمج اعلى، فهذه الميزه بتفتح بالليفل 6. طيب خلينا نشوف الميزه الثانيه بالنسبه للليفل 1، فبالنسبه للليفل 1 اوكي ما تغير شيء عندنا ابدا يا اصدقائي. راح نشوف للليفل 2، طبعا عشان تطوره يا اصدقائي لازم نحتاج توكن للليفل 2. لما تطوره للليفل 2 هون بيصير عندك، كان في عندنا العيب تبعه واللي هو انه سرعة اعادة تحميل تقريبا كانت 2 ناقص، لما بتطوروا لليفل 2 بتصير فقط 1 ناقص. طيب في عندنا هون اوكي هي هذه الميزة طبعا ان هم بيرفعوا لك يعني المميزات تبعه. بالنسبة للليفل 3 فنشوف هون بالمميزات ما تغير ولا شيء اصدقائي، ولكن بالشكل السلاح تغير. اوكي طيب بالنسبة للليفل 4، الليفل 4 هون بيصير لما تضرب على حدا فبيصير ببين الطلق، لما تيجي تدمج حدا ببين الطلق على جسمه، ولما تضرب على الحيط ببين الطلق بهذا الشكل، يعني بيكون هيك لونه ازرق مثل الكهرباء، ف عن جد شكله رهيب. طيب كمان في عندنا ميزه ثانيه بتتغير بالسلاح يا اصدقائي واللي هي الدمج، الدمج بيص
يصير 2 زايد بدل من 1 زايد. فطيب شيء اسطوري نشوف للليفل 5 يا اصدقائي. الليفل 5 لما بتقتل واحد كانك كهربته، كانك كهربت جده، شوف كيف بيصير فيه. والله هذه رهيبه. ولكن طبعا هذيك التمساح ولا ابصر لما تجلد واحد بتحوله لقرش، ولا هذيك طبعا بفورتي احلى كانت. طيب فهون لما تجلد واحد هيك بتكهرب. بنشوف كمان عندنا الطلق لما بصير يطلع من السلاح بصير يطلع بتاثير رهيب، فشيء اسطوري. طيب بالنسبة للليفل 6 يا أصدقائي، واللي هي الميزة اللي حكيت لكم عليها قبل شوي، وأخيرا راح تنفتح هذه الميزة، واللي هي ميزة أنه لما تكون المكان عالي وتضرب على حدا راح يكون الدمج أعلى. طيب نشوف هان عندنا نفس الشيء، هي هذه الميزة يعني حطونا عليها القفل مثل ما أنتم شايفين وشالوا القفل عليها أنه ليفل 6. الليفل 7 يا أصدقائي، الليفل 7 عندنا هون طبعا نفس المميزات نفس كل شيء، ولكن شكل السلاح بيصير فعلا شيء خرافي بكل معنى الكلمة. ولكن الشيء الوحيد يعني انتقاد بسيط على هذا السلاح، حسيت انه هو ما بيشبه الاكسوميت. يمكن انا فقط لا اوكي، على ليفل 7 على ليفل 7 بيشبه الاكسوميت، ولكن على ليفل 1 بتحسه لا والله بيشبه الاكسوميت شوي، بس يا اخي مش عارف بحسه غريب هذا السلاح. ولكن عن جد شكله بصير فعلا اسطوري يعني على ليفل 7. شوفوا الفرق بين الليفل 1 والليفل 7. طيب عندنا كمان هون بتحصل على رخصه، مثل كل سلاح جديد بيتطور بيعطوك رخصه اسطوريه له، فهذه هي الرخصه يا اصدقائي. او ماي جاد، هذه هي الرخصه اللي راح تحصل عليها لما تطور الاكسوميت لليفل 7. والله الرخصه رهيبه. يعني شوفوا انه هو في ايده كتانا زرقاء هيك بتصير فجاه بيضرب بالحيط وبيطلع. اوكي طيب رهيبه يا اصدقائي. طيب مثل يلا خلص راح نطوره ماكس، راح نروح لعند المتجر وراح نجيب التوكن يا اصدقائي عشان نطور هذا سكن ماكس. بصراحه متحمس لهذا الموضوع. ولكن الشيء صحيح نسيت احكي لكم انه اللي لسه ما انضم للديسكورد تبعي يا اصدقائي، رابط الديسكورد تحت في الوصف، روحوا انضموا للديسكورد، راح اصير اعمل فعاليات اسطوريه هناك. طيب عندنا هون يا اصدقائي هذا هو التوكن تبعه. طبعا نقدر نحن نشتري التوكن ب 10 جواهر كل توكن واحد، ولكن انا بقول لكم هذه فكره غبيه لا حدا يسويها، لانه لما تشتري التوكن كله يعني ب 10 جواهر فعن جد راح يكون يعني مشروع فاشل بصراحه. لانه يعني انت ممكن تشتري باكج ب 40 جوهره، اقل شيء ممكن يعطوك اياه من التوكن هو 3 توكن، فانت بتكون خسرت بس 10 جواهر، ولكن بالمقابل ممكن تحصل على 10 توكن، ممكن تحصل على 9 توكن. فبنصحك بالباكجات، ما بنصحك ابدا انك تشتري توكن منها. طيب اصدقائي راح نشتري الان، راح ناخذ ماكس 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 99 باكج 3960 جوهره اصدقائي وليتس جو. طيب راح نفتح اول 10 باكجات، اعطونا هون ثلاث مثل ما انتم شايفين يعني قليل لا يعطوك ثلاث، وين قليل علي عمر اعطوك ثلاثه مرات ثلاثه، وين القليل في الموضوع؟ طيب 5 ب 4 ب 6 ب 4 ب 3 كمان عندنا هون 3 5 4 3 والله اعطونا ثلاثة كثير يا شباب. لا اشتروا تبع العشرة، لا اعطونا عشرة، اعطونا عشرة، اعطونا عشرة. اذا اعطوني ثلاثة كتروا لي من ثلاثة راح اقول لكم اشتريوا تبع العشرة جواهر افضل. طيب هون أربعة، أوكي كله خمسات، أعطونا بس واحدة ثلاثة، وهون كمان أربعة خمسة ستة، أوكي. هون أعطونا ثلاثة كمان مرة ثانية، أوكي حلو، كمان ثلاثة، يعني لما بيعطونا أربعة نحن مش خسرانين شيء، يعني دافعين 40 جوهر حق الباكج. يعني كانه اشترينا 4 ب 40 جوهر. طيب نشوف اللي بعده، والله كتروا لي، لا خلاص شباب اشتريوا تبع 10 جوهر احسن لكم. عشان ما حدا يخسر ويحطها براسي. طيب 9 ب 9 اعطونا هون كمان 9، يلا بسرعه خلاص عشان ما نطول بالموضوع. ما بعرف كم توكن راح يصير عندي، بس انا متاكد انه 100 باكج ما راح يكفوا، فراح ناخذ كمان 100 باكج يا اصدقائي ونشوف. اعطونا عشرات، اعطونا كثير. طيب اوكي كمان اعطونا عشرات، نرجع ناخذ كمان مره ثانيه 99، هيك صرنا ماخذين تقريبا 300 باكج، ف 300 باكج ما بعرف كم بيطلعوا توكن بصراحة. يلا هي خلصنا، راح نشوف كم توكن بيطلعوا. لازم نروح لعند السلاح مرة ثانية، نرجع لعند الاكسموات، وهيك صار عندنا 1400 لحظة، المشكلة هون ما بيكتبوا لك كم توكن بيحتاجوا، يعني هذه المشكلة. فهون صار عندنا 1485 توكن، بتوقع هدول راح يكفوا، إذا ما كفوا راح نرجع نشتري مرة ثانية. فخلينا نقول بسم الله ونطور الليفل 2. عن جد الشاشة لما بتطور السلاح هيك بتطور، لما الشاشة بتحسه هيك كأنه صارت شمس قدامك. طيب هيك صار الليفل 2 يا أصدقائي، والآن الليفل 3. طيب الليفل 3 بنحتاج 60 توكن، فهي 60 توكن وهي الليفل 3. طيب نايس، عندنا الليفل 4، الليفل 4 بنحتاج 120 توكن، 100 بتوقع التوكن رح يكفونا، ما بعرف إذا رح يكفونا أو لا، المشكلة الليفل 5 و6 و7 بيطلبوا كثير. طيب عندنا هون 240 توكن بنحتاج عشان ليفل 5، وهيك صار ليفل 5 يا أصدقائي. وشوفوا حصلنا على هاي لما بتجلد واحد بيتكهرب. أوكي، طيب وكمان هذا شكل السلاح والتأثير تبع الطلق. طيب الليفل 6 يا أصدقائي، الليفل 6 واللي هو رح تفتح لنا هاي الميزة. فالليفل 6 بنحتاج 400 توكن عشان نطوره، وهي 400 توكن يا اصدقائي، وهيك طورناه للليفل 6. باقي عندنا الليفل الاخير، الليفل الاخير واللي هو الليفل 7. والله بكفوا 300 باكج،
300 باكج كفو والله، وبزيادة 35 توكن. يعني تخيلوا انه انا كنت راح اشتري 100 باكج ثانيات، كويس اللي ما تغبيت وعملت هذا الشيء. اوكي يلا 600 توكن يا اصدقائي وليتس جو، وهيك صار ليفل 7. اوي كات يا شباب، عن جد شكل السلاح يا اخي غرام، والله يا غرام شكل السلاح. طيب وعندنا هذه الرقصه كمان الاسطوريه، اوي كات يا شباب، شوفوا 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 الكتانة، شوفوا شو هذاك يقول لك باوع الهيبه باوع. طيب اوكي هيك حصلنا على الرقص، خلص خلص الرقصه خلص شفناك مليون مره خلص، وحصلنا عليه صار ليفل 7، وهيك راح يتحول عندنا باللوبي. او ماي جاد يا شباب والله انه رهيب، والله انه سلاح اسطوري. طيب خلينا نجيب الرقصه، وين الرقصه الجديده؟ لازم تحطوا لي على النقطه الحمراء، وين النقطه الحمراء، وين النقطه الحمراء، وين الرقصه الجديده، وين الرقصه الجديده، وهذه هي الرقصه الجديده. طيب بدل اي رقصه راح نحطها بصراحه هذه الرقصه، لا هذه هذا احلى قلب لاحلى متابعين في العالم، فانا هذه الرقصه دائما بحطها لما بيدخلوا معي المتابعين في البث المباشر. فصحيح ما بيتابعني على البث يتابعني على النوبل لايف، اي دي 10 20 30، فما راح اشيل هذه الرقصه. بس لازم نسير، وين راحت الرقصة أصلاً تبع السلاح؟ الرقصة تبع السلاح ما عاد لقيتها. طيب راح ندور عليها مرة ثانية، هذه هي كانت صح؟ أيوة هذه هي. طيب راح نشيل رقصة الضحك، لا أنا بحب أضحك على الناس. طيب راح نحط هذه بدل السيارة. أوكي شوفوا شوفوا الرقصات اللي صارت عندي، رقصة الام بي 40، رقصة الاي كي هذه صح؟ ولا هذه رقصة سكار القرش، وهذه عندنا رقصة الاي كي، وهذه رقصة الشوتجن، وهذه رقصة السلاح الجديد، عن جد شكلها رهيب. طيب شوفوا كيف بياخد السلاح بيده، وانا حاط يعني السلاح من الاول باللوبي، فشوفوا كيف رح يرجع السلاح مره ثانيه. او ماي جاد عن جد شيء رهيب. طيب نرجع مره ثانيه لعند السلاح، نطمن على السلاح بس نشوفه انه هو موجود. هذا هو السلاح مثل ما انتم شايفين، صار ليفل 7. عندنا هون الدوب ريت اوف فاير 1 والدمج 2، فشيء رهيب صراحه. سلاح الاكسومات عدلت عليه شركه جارينا في التحديث الجديد، يعني هم معدلين عليه، ومع هذا السكن كمان عن جد راح يكون شيء فعلا رهيب بصراحه. ما راح احكي كثير، راح ندخل ونجرب. اوكي لا مش كلاسيك مش كلاسيك مش كلاسيك مش كلاسيك يا شباب، بدنا ندخل تدريب. ارجع اطلع اطلع اطلع. 2000 years later. يلا نرجع ندخل نختار التدريب، ارجوك تدريب تدريب تدريب، ما راح اغلط هذه المره. تدريب ايوه تدريب، متاكد هيك تدريب؟ يلا ليتس جو. طيب والله دخلوني فورا حتى على التدريب، شكلها الناس كلها داخله تجرب سلاح الاكسومات الجديد. راح نجيب فقط اكسومات، يلا دخلوني بسرعه، الله يرحم ابوكم. يلا تعال تعال تعال، لا 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 هذا جايب شوتجن، والله الحمد لله يا النية صافية النية صافية. اجى واحد جلد وكان راح يجيبني، ابلع ابلع، استغليت الفرصة انه انا مش سامع فصاروا يجلدوني. البست لكم السماعات عشان اعرف كل واحد من وين جاي. هذا بلع شوت بس ما مات يا حبيبي. طيب بدك تموت ولا لا؟ موت. دراجانوف جاي تبربر علي بالدراجانوف، مش عيب عليك مش عيب عليك مش عيب عليك، ابلع. تعال وقف وقف وقف، ثانك يو، اسف اني كهربتك. هذا بيتيم معي بيتيم معي بيتيم معي، تعال 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 بيتيم، والله بيتيم. خلاص 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 صديقي انت صديقي انت، ما بجلدك انت ما بجلدك، بس يا ويلك لو غدرتني يا نس. انت تعال 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 تعال. لا جلدت صديقي بالغلط، لا صديقي اسف والله اسف. هذا بيتيم بيتيم كمان، والله اسف والله اسف يا صديقي جلدتك بالغلط. رح يجي ينتقم يا شباب، اكيد رح يجي ينتقم. هذا كيف افهمه انه جلدته بالغلط؟ كيف افهمه الموضوع؟ كيف افهمه اني قتلته بالغلط؟ تعال كهربك تعال. فطيب شباب هذا هو كان سلاح الاكسومات بصراحة شكل خلص، بدنا نطلع بدنا نطلع، لا ما دخلوني مرة ثانية، خلص بدنا نطلع، جربنا بكفي تجربة. فمثل ما شفتوا هذا هو كان سلاح الاكسومات يا شباب، عن جد والله والله شيء رهيب والله. بتعرفوا الشيء الرهيب أكثر من الموضوع إنه هم ما نزلوا الفيمز، عن جد الشيء اللي حببني بسلاح الاكسومات أكثر شيء إنه هم ما نزلوا الفيمز. يعني تخيلوا أنا كنت متوقع إنه ينزلوا الفيمز، يعني قلت لو نزلوا الفيمز حتى فيديو ما راح أصور عليه، حتى فيديو ما بدي أصور عليه الفيمز. بعدين نزلوا لنا اكسومات يا أخي، عن جد شيء رهيب والله يا شباب. نيجي الآن لتقييم السكن، بصراحة بالنسبة للشكل السكن فعلا رهيب. فالشكل ما راح نتكلم على الشكل لانه عن جد شكل رهيب، يعني احلى سكن اكس ام وايت نزل باللعبه، يعني ما شفت بصراحه سكن اسطوري يعني شكليا مثل هذا السكن. يا اخي ليش السكنات القديمه لما بينزلوا سكن جديد بحس السكنات بتصدي يا شباب؟ والله هذه سكنات كان شكلها اسطوري، ليش حسيتها صارت مصديه هيك؟
ولا لانه انا شفت سكن جديد عجبني صار هذا مصدي، ولا عن جد سكنات يا شباب والله بغسلهم كل يوم والله صدوا شوفوا شوفوا انت. طيب شباب، فبالنسبه للخاصيات راح اقول بصراحه هذه افضل خاصيه بتنزل لالكسوميت. ما شفت يعني ما نزلوا قبل هيك انه دمج، وفي عندنا اثنين دمج بس ما في عندنا دمج وريت اوف فاير مع بعض، يعني فاول مره بيعملوا هذا الشيء انهم يعملوا اثنين دمج وواحد ريت اوف فاير بالسلاح، فشيء فعلا اسطوري بصراحه. فكره السلاح فعلا رهيبه، كل شيء بالسلاح اسطوري. فراح اعطيه تقييم 10 من 10، يعني انتم شفتوا الام كيف، والشيء الحلو بالموضوع انهم ما نزلوا الفيمز، وكمان الحلو بالموضوع انه الشركه عدلت على سلاح الاكسوميت قبل ما يعني في بدايه التحديث، اول ما نزل التحديث كانوا معدلين على سلاح الاكسوميت ومقوينه اكثر من هيك. فسلاح الاكسوميت سلاح اسطوري بيستحق هذا السكن بصراحه. فهذا هو كان سلاح الاكسوميت يا اصدقائي، وهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم. فبتمنى هذا الفيديو انه عن جد يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي مثل ما حكيت اللي لسه مو منضم للديسكورد تبعي ينضم، لانه هذا الديسكورد اللي راح اعمل فيه فعاليه الايفون وراح اعمل فيه فعاليات ثانيه اسطوريه. كمان اصدقائي انا بث مباشر بشكل يومي على تطبيق نونو لايف، الاي دي تبعي 10 20 30، فلا تنسوا تتابعوني على نونو لايف، وكمان لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت في الوصف عشان تحصلوا على الاكواد سكنات من الانستغرام. طيب اصدقائي، فكل الروابط اللي ذكرتها لكم راح تلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكربشن بوكس، ولهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو حبايب قلبي. فكان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير. اليوم كلامكم ما يقلقنيش، ديما رجلها تنعيش، جيمنج يوتيوب نونو لايف، ديما على ايه ديما فري فاير علي عمر اصدر خطر.